بيكم في حظ ولا شطارة. النهاردة معايا في الاستوديو فريقين شاطرين ومتحمسين جدا من قبل ما نبدأ الحلقة، وحاسة النهاردة هتبقى منافسة خطيرة جدا وقوية. عايزة ارحب بالفريقين اللي معايا في الاستوديو. نبدأ بفريق النيل، ممكن تعرفونا بنفسكم؟ انا نادين. اهلا يا نادين. وانا أميمة محمد. اهلا يا أميمة. وانا محمد رجب. اهلا يا محمد. ومعايا فريق الصقور، ممكن تعرفونا بنفسكم؟ انا محمد ايمن. اهلا يا محمد. انا اروى. اهلا يا اروى. وانا اهلا يا احمد. طبعا انتوا عارفين علشان نقدر نبدا منافستنا لازم نعدي على سؤال السرعه، وسؤال السرعه انا هقوله واول حد فيكم يعرف اجابته يدوس بسرعه على الباز اللي قدامه. جاهزين؟ اول حد هيجاوب اجابه صحيحه هو اللي هيبدا منافستنا. يلا بينا. اسم أول جريدة مصرية أصدرت باللغة العربية. جريدة الوقائع. برافو عليك، الوقائع المصرية. برافو عليك، إجابة صحيحة. وبكده يبدأ فريق الصقور منافستنا وحلقتنا النهاردة، وبأول فقرة معانا وهي حظك من المقر. حظك من المقرر دي أول فقرة معانا في مسابقتنا، وهي عبارة عن أسئلة كلها بتيجي من عجلة الحظ الموجودة معانا المكونة من 5 مواد. كل فريق هيطلع منه واحد بالدور هيلف عجلة الحظ، والسهم هيجي على المادة اللي هنقدر ناخد منها السؤال. وهنبدأ بالفريق اللي جاوب على سؤال السرعة. هنبدأ بفريق الصقور. اتفضل يا محمد علشان تشوف عجلة الحظ النهاردة هتسألكوا سؤال من أي مادة. من تاريخ. التاريخ. السؤال هو: التحقت المرأة المصرية بالجامعة لأول مرة عام 1919 ولا 1928 ولا 1905 أو 1930؟ فكروا مع بعض وقولوا الإجابة وركزوا، عشان لو جاوبتوا غلط السؤال هيروح للفريق التاني، فالفريق التاني هيبقى عنده فرصة ان هو يفكر اكتر. ها، 30 ثانية. هم 1919. إجابة خاطئة للأسف. ها، تعرفوا الإجابة فريق النيل؟ 1928. برافو عليكم، إجابة صحيحة، والنقطة هنا تروح لفريق النيل. شاطرين. ونبدأ دلوقتي بنادين. اتفضلي يا نادين، هتلفي عجلة الحظ ونشوف السؤال هيجيلكم من أي مادة. مادة تاريخ. التاريخ. شكرك جدا. السؤال هو، وانتوا برضو ركزوا عشان هما لو معرفوش تحاولوا تاخدوا النقطة اللي هما ايه خدوها منكم. يلا. تم تطبيق نظام الالتزام في مصر منتصف القرن ال15 ال16 ال17 ال18. ال17. إجابة صحيحة، برافو عليكم فريق النيل، شاطرين جدا. وهنروح لفريق الصقور. اتفضلي يا أروى علشان نشوف عجلة الحظ هتجيب لكم السؤال من أي مادة. من الرياضيات.
كورك جدا. هقول لكم السؤال، اذا كان العدد 6 هو الوسط المتناسب الموجب للعددين ميم واتنين، فان ميم تساوي if the number 6 is the positive middle proportional to the two numbers m and 2 then m equals 18 12 9 24 زي ما انتم شايفين على الشاشه قدام. وانتوا كمان فكروا علشان لو ما عرفوش الاجابه. 12. اجابه خاطئه للاسف. 18. برافو عليكم 18 فعلا 18 مظبوط. وهنروح دلوقتي لفريق النيل واميمه، اتفضلي علشان عجله الحظ نشوف هتجيب لكم السؤال من اي ماده. من الرياضيات. اشكرك. السؤال هو اذا كان الزوج المرتب س زائد 1 و4 يساوي الزوج المرتب 8 و4 فان س يساوي 5 8 7 3. 7. إجابة صحيحة، برافو عليكم شاطرين. 7 فعلا إجابة 7. طيب ونروح لفريق الصقور ودور أحمد، اتفضل يا أحمد نشوف عجلة الحظ هتجيب لكم السؤال من أي مادة. سؤال من مادة الجغرافيا. الجغرافيا. والسؤال هو، ركزوا، ما هو اسم المسطح المائي الذي يوجد في قارة آسيا ويقع على الحدود الأردنية الفلسطينية؟ البحر الميت، البحر الأحمر، البحر العربي، بحر الصين. بحر الميت. برافو عليكم إجابة صحيحة شاطرين. ونروح لاخر سؤال لفريق النيل، وتفضل يا محمد علشان تلف عجلة الحظ ونشوف جايبه لكم السؤال من اي ماده. التاريخ. شكرا. والسؤال بيقول يوجد مقر منظمة الصحة العالمية في لاهاي بهولندا، روما بإيطاليا، جنيف بسويسرا، ونيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية. لاهاي بهولندا، روما بإيطاليا، جنيف بسويسرا، ونيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية. نيويورك. إجابة خاطئة والسؤال هيروح لكم، حاولوا بقى تقولوا الإجابة. جنيف بسويسرا. برافو عليكم إجابة صحيحة، والنقطة دي تروح لفريق الصقور، وبكده تكون انتهت فقرتنا الأولى. وهنروح دلوقتي لواجه المدقق. ودلوقتي مع واجه المدقق. واجه المدقق هي فقرة باللغة العربية بتظهر لكم على الشاشة اللي قدامكم، فيها 5 أخطاء لازم تقروها وتصلحوها. هنبدأ دلوقتي بفريق النيل، وإلا هيقرأ القطعة. مين يحب يقرأ القطعة من عندكم؟ محمد. فضل يا محمد، الفقرة هتظهر دلوقتي قدامك على الشاشة هتقراها، ونادين وأميمة هيساعدوا كمان معاك إن هم يستخرجوا ال5 أخطاء. كان للعلماء العرب على البشرية فضلا لا يضاهيه شيء في الوجود، وذلك في وضع البذور الأولى لمعظم العلوم والمعارف التي مشى عليها هؤلاء الباحثين، أنهم بحق وبكل معاني الكلمة نموذجا مشرفا لكي يقتدي به فيما بعد الكثيرين من العلماء
فعلماء العرب زرعوا ونحن نحصد فقد برع على غرب في مختلف العلوم بفضلهم وما توصلوا إليه من حقائق علمية سواء في الطب والرياضيات وكلاهما أو في الفيزياء وغيرها من العلوم البشرية. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورث الأنبياء ليس في النبوة ولكن في هداية البشرية بعلمهم وإنجازاتهم. طيب الخمس أخطاء اللي في الفقرة هم إيه؟ يا ريت تطلعوهم ومعاكوا دقيقة. ثلاثين ثانية. فريق السقور فكروا في سركم علشان خاطر ما تشوشوش على زمايلكم. عشر ثواني. خمسة أربعة ثلاثة اتنين تايم. الخمس أخطاء اللي لقيتوهم في الفقرة إيه هما؟ الباحثين هتبقى الباحثون. ايوه برافو عليكم. نموذج هتبقى نموذجا. ايوه كلاهما كلاهما. ايوه الكثيرين هتبقى الكثيرون. ايوه فاضل واحده. فاضل واحده تعرفوها؟ نموذجا. خليني اقول لكم تصحيح بقى الخمس كلمات اللي كان المفروض تقولوهم وانتوا قلتوا فعلا منهم اربعه صح وهي واحده بس اللي انتوا ما عرفتوهاش. اول حاجه اللي انتوا ما عرفتوهاش فضلا هتبقى فضل وهي اسم كان مؤخر مرفوع، والباحثين هتبقى الباحثون، نعت مرفوع لانه مشتق، ونموذجا هتبقى نموذج اسم ان مرفوع، والكثيرين هتبقى كثيرون وهي فاعل مرفوع بالواو، وكليهما بقت توكيد معنوي مجرور بالياء. ودلوقتي هنروح لفريق الصقور، وطبعا فريق الصقور دلوقتي هيظهر قدامكم قطعه باللغه العربيه برضو وهتقروها وهتصلحوها الخمس اخطاء اللي فيها. مين هيقرا قطعه؟ طيب يلا يا محمد القطعه قدامك اتفضل. عندما نتحدث عن حقوق الانسان فهي حقوق نتمتع بها لاننا بشر فليست هبه من أحد على أحد، تلك الحقوق التي يتساوى فيها الجميع على اختلاف أجناسهم وأصلهم أو وطنهم أو لونهم. فالكل له الحق في الحياة، وإذا كان المجتمع الدولي ينظم المؤتمرات ويضع ويسن قوانينا صارمة لضمان، فإن كان هذا هدف هؤلاء السياسيون ولكنهم يغفلون عن مدى أن الإسلام أتى بهذه الحقوق وحث عليها منذ 1400 سنة مضت والتزم بها الجميع، فضمن حق الطفل والمرأة والأسرة والمجتمع، بل ضمن جميع الحقوق كل هذه لتقدير للإنسان الذي خلقه الله وكرمه في هذه الدنيا. يلا معاكوا دقيقة تطلعوا من القطعة خمس أخطاء. يلا فاضل 40 ثانية. عشر ثواني. خمسة أربعة ثلاثة اثنين تايم. خلص الوقت. قولولي ايه الخمس كلمات اللي لقيتوها غلط في القطعة؟ بشرا. أيوة هتبقى بشرا. أيوة قوانينا. قوانين. أيوة السياسيون هتبقى السياسيين. برافو. عاما هتبقى عام. أيوة برافو عليكو. فاضل واحدة. يغفلون هتبقى هي يغفلوا هتبقى يغفلون. برافو عليكم شاطرين كده الخمس اخطاء انت طلعتوهم مظبوطين، والمدقق اهو شاور عليهم وهيكونوا هم بشرا. طبعا انتوا قلتوا بشر عشان هي خبر ان مرفوع، وقوانينا هتبقى قوانين ممنوع من الصرف لا ينون، والسياسيون السياسيين نعت مرفوع بالواو، يغفلوا يغفلون مضارع مرفوع بثبوت النون، وعاما هتبقى عام عشان تمييز مجرور. برافو عليكم انتوا قفلتوا الخمس اخطاء وانتوا كده تبقوا معاكوا هنا خمس درجات وهنا اربع درجات من الفقره دي، والمجموع الكلي من اول ما بدانا مسابقتنا هو 15 لفريق الصقور و24 لفريق النيل. ولسه احنا ما خلصناش المنافسه ولسه عايزه حماس اكتر علشان
الفقرة اللي جاية هي الأخيرة وكلها نقط تقدروا تجمعوها. ودلوقتي هنروح لوجها لوجه. ووجها لوجه، وجها لوجه هي أسئلة مباشرة هبدأ أقولها دلوقتي وهسألها لكم، والفريق اللي هيعرف هيدوس على الباز، وأنا شايفة في ناس أصلا دايسة على الباز جاهزة يعني هتجاوب على طول. عايزة حماس كده وعايزة سرعة، والباز اللي هينور الأول عند فريق هيبقى هو ليه الحق إن هو يجاوب. اتفقنا؟ يلا بينا. السؤال الأول، كم عدد اللاعبين في فريق كرة القدم الصالات؟ كرة الصالات كم عدد الفريق؟ ها؟ 5. برافو عليك، إجابة صحيحة. طيب السؤال اللي بعده، أحد الأعمدة الرئيسية التي اعتمد عليها الرئيس جمال عبد الناصر في إعادة بناء وتنظيم القوات المسلحة في حرب الاستنزاف، من هو؟ عبد المنعم رياض. برافو عليك، إجابة صحيحة. الفريق عبد المنعم رياض، برافو عليك، وفريق الصقور جاهزين يعني شاطرين. يلا السؤال اللي بعده، ما هي ثاني دولة في العالم من حيث المساحة تكون؟ ها؟ كندا. برافو عليك، إجابة صحيحة، وتروح النقطة دي للنيل. والسؤال اللي بعده، عايزين ثلاث مسرحيات للفنان عادل إمام. الزعيم. ايوه. مدرسه المشاغبين. ايوه. شاهد ما شافش حاجه. برافو عليكم، اجابه صحيحه، شاطرين. طيب السؤال اللي جاي، من العواصم والمدن عاصمه كوت ديفوار؟ ساحل العاج اللي هي كوت ديفوار. لا ما اعرفش الحقيقه. الاجابه ابيجان. السؤال اللي بعده، اي دوله لديها أكبر عدد من الميداليات الذهبية في السباحة؟ أمريكا. برافو عليك، إجابة صحيحة، شاطر. الشخصيات، أذاع بيان الأول لثورة 23 يوليو 1952 وصاحب جائزة نوبل في السلام وقاد حرب التحرير، محمد أنور السادات. سنة 1973، إجابة مظبوطة، الرئيس الراحل محمد أنور السادات. انتوا كده يعني في منافسة شديدة، يعني حاولوا ايه تركزوا. ما هو الطائر الأسرع في العالم؟ النعامة. النعامة، برافو عليكم، شاطرين. السؤال اللي بعده، من الفنون، من هو صاحب لقب عميد الأدب العربي؟ نجيب محفوظ. ها؟ طه حسين. برافو عليك يا محمد، إجابة صحيحة، الأديب والناقد المصري طه حسين. آخر سؤال، عاصمة كرواتيا؟ زغرب. برافو عليك، إجابة صحيحة، وبكده نبقى خلصنا آخر فقرة في منافستنا النهاردة، والنتيجة غير متوقعة الصراحة. النتيجة هي التعادل ما بين الفريقين، وده هيأهلكم ان انتوا تخشوا على السؤال الذهبي. السؤال الذهبي ده الباز هو الحكم. انا هسأل السؤال الذهبي، واللي هيدوس على الباز الاول هو اللي هيجاوب على السؤال الاول، وان شاء الله يقولوا صح. جاهزين؟ ما هي الدولة العربية التي يوجد بها سهل البقاع؟ السعودية. العراق. إجابة خاطئة. طيب هقول اختيارات وبرضو بالباز، خلاص؟ هل هي سوريا أم لبنان أم الجزائر؟ لبنان. برافو عليكم، إجابة صحيحة، يبقى كده تفوق في الحلقة النهاردة وفاز فريق النيل. برافو عليكم، 36 قصاد 33 لفريق الصقور، معلش هارد لك، وانتوا أصلا كسبانين من الأول كلكم، بس سؤال الدهبي هو كان الحكم في حلقتنا النهاردة، وألف مبروك لفريق النيل، برافو عليكم إن انتوا كسبتوا في سؤال الدهبي، وبكده النهاردة فريق النيل هو اللي بيكسب معانا في منافستنا. مشاهدينا النهارده كانت حلقتنا سخنه جدا والمنافسه كانت رائعه، واشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده من حظ ولا شطاره.